الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، مع مجلس من مجالس صحيح البخاري ومع كتاب الوصايا. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أدعو الله ألا يردني على عقبي. قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنه. قلت: أوصي بالنصف. قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. هذا الحديث رواه سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو من أحاديث الوصية. قول سعد: قلت يا رسول الله، أدعو الله ألا يردني على عقبي. سعد بن أبي وقاص يشير بذلك إلى ما قاله قبل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاده رسول الله في مرضه فقال: أدعو الله لي يا رسول الله، فأنا أكره أن أموت بالأرض التي هاجرت منها وهي مكة، وأريد أن أعود مرة ثانية إلى المدينة، لكن مرضي يمنعني من ذلك. فقول سعد: يا رسول الله، أدعو الله ألا يردني على عقبي، يشير بذلك إلى ما قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا، سعد بن أبي وقاص كان يكره أن يموت بمكة، لأنه خاف أو خشي إن طالت إقامته بمكة أو مات بها أن يقدح ذلك في هجرته، أو أن ينقص ذلك من ثواب هجرته إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صحابة رسول الله يكرهون أن يرجعوا إلى الشيء الذي تركوه لله، فقد تركوا مكة وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء رضوان الله عز وجل وابتغاء ثوابه، فخشي إن مات بمكة أن يطعن ذلك في هجرته. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: لعل الله يرفعك. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى الشفاء لسعد من هذا المرض، وبالفعل قد شفاه الله عز وجل. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعل الله يرفعك، أي يقيمك من مرضك. وكما قلنا في شرح الحديث الماضي، رسول الله صلى الله عليه وسلم عين لسعد بن أبي وقاص رجلا يقوم بخدمته، وقال له: إن مات سعد فلا تدفنه بها، إن مات بمكة فلا تدفنه بها. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يموت سعد بمدينته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتمنى ذلك. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاء، ثم قال سعد: يا رسول الله، يسأل رسول الله: أوصي بالنصف، أي أوصي بنصف مالي. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف كثير، النصف كثير، وفي رواية: أو كبير، لكن المحفوظ عن الرواه الكسرة، النصف كثير، أكثر الروايات التي رواها الحفاظ النصف كثير. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فالثلث؟ قلت: الثلث، والثلث كبير. هذه الرواية ليس فيها إشكال إلا من جهة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للشطر أو للوصية بنصف المال بالكسرة، فأكثر الروايات التي سأل سعد فيها رسول الله: أوصي بالنصف؟ قال: لا، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بنصف المال، وأجاز له الثلث، وعلل ذلك وذكر سبب ذلك فقال: إنك إن تدع ورثتك أغنياء. فالعلة في ذلك
عدم الزيادة على الثلث ألا يترك الموصي ورثته فقراء عالة يتكففون الناس يمدون ويبسطون أكفهم إلى الناس للسؤال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى سعدا بذلك. لكن أكثر الروايات كما قلنا على منع الوصية بالنصف، لكن هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فالنصف كثير، فنأخذ بما جاء في أكثر الروايات، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ممن أو يوصي من يريد أن يوصي بأكثر من الثلث بأن يلتزم الثلث. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير فيه دلالة وفيه إشارة وفيه حكم أن الأولى لمن يريد أن يوصي بثلث ماله أن ينقص عن الثلث أو أن ينقص عن الثلث، يعني الأولى له ذلك. وهذا هو مذهب الشافعية رضوان الله عليهم، فقد قالوا يستحب ألا يوصي الموصي بالثلث إن كان ورثته فقراء. فإذا كان ورثة الميت أو الموصي هؤلاء فقراء فلا يجوز له أن يوصي بالثلث، والأولى له في هذه الحالة وإنجاز الأولى ألا يوصي بالثلث، بل يستحب له أن ينقص عن أو أن يقل عن الثلث لأن ورثته أولى في هذه الحالة. لكن إذا كان ورثته أغنياء فيوصي بالثلث ولا شيء، فيوصي بالثلث ولا شيء. قوله قال وأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم، هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الحافظ ابن حجر هذا من كلام راوي الحديث وهو سعد بن أبي وقاص أو من دون سعد من الرواة، فكأنهم هم الذين أضافوا ذلك الكلام، فكأنه قال صارت الوصية بالثلث مشروعة ومعروفة عند الناس، وصار الثلث جائزا عند الناس، أما الزيادة عن الثلث فلها حكم آخر، فلها حكم آخر. قال الإمام البخاري رحمه الله في باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة، وما يجوز للوصي من من الدعوة. هذا الباب يتحدث عن الوصية لكنها ليست وصية بالمال، فكما بدأنا في شرح كتاب الوصايا أن الوصية ليست قاصرة على المال فقط، لكن الوصية قد تكون بتعهد الولد، كأن يوصي رجل أخاه أو أخيه فيقول له علم ابني وحفظه القرآن، وأن يوصي له أيضا بأن يرعى ماله من بعده أو أن يرعى شركته من بعده إن كانت له شركة أو إن كان له مال، أو أن يوصي أبناءه فيقول لهم عليكم بالصلاة عليكم بالزكاة عليكم بالصيام إن استطعتم أن تحجوا فحجوا، يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالاتحاد يأمرهم أيضا ببر الأقارب وبصلة الرحم، فهذه أيضا وصية. فالوصية ليست قاصرة كما قلنا على الوصية بالمال فقط، لكن هناك وصايا أخرى، ومن هذه الوصايا هذا الباب الذي ترجم له الإمام البخاري في صحيحه، فقال باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي، تعاهد ولدي أي قم برعايته وتربيته وقم على الحفاظ عليه وضمه إلى حضنك وارعاه واهتم به كما تهتم بولدك أو بأولادك وأبنائك. وما يجوز للوصي من الدعوة، قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إلي، أي ضمه إلي، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة
فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استبقا إلى رسول الله، وكل واحد منهما أراد أن يذهب إلى رسول الله على الفور وبسرعة، وكأن كل واحد منهما يسوق الآخر من شدة إسراعهما وشدة ذهابهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يريد أن يصل إلى رسول الله أولا، فكأن كل واحد يسوق أخاه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه، أي أوصى إلي بذلك. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. وللعاهر الإيه؟ أي وللزاني الخيبة، وسنشرح ذلك. ثم قال رسول الله لسودة بنت زمعة، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد ابن زمعة أخ لسودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: احتجبي من لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. أي فما رأى هذا الوليد أخته سودة بنت زمعة حتى لقي الله عز وجل. هيا بنا لنتأمل في هذا الحديث، هيا بنا نغوص في بحار هذا الحديث. هذا الحديث يدور كما قلت لكم حول الوصية، لكنها ليست وصية بالمال، لكن هذه الوصية كانت من سعد بن أبي وقاص إلى أخي، من عتبة ابن أبي وقاص إلى أخيه سعد، أن يتعهد ولده. كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى سعد، فقال ابن أخي، كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فاقبضه إليك. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في كتاب الفرائض، وأخرجه في كتاب الوصية، وأخرجه أيضا في كتاب الفرائض تحت باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، يعني سواء كانت هذه المرأة حرة أم كانت إيه أمة. ما معنى الوليدة؟ عتبة يقول لسعد: ابن وليدة زمعة مني. ابن وليدة إيه؟ زمعة. الوليدة بمعنى المولودة، وهي الأمة. وزمعة هذا كان أبا لسودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ الذي حدث أنه عام الفتح قابل سعد بن أبي وقاص هذا المولود، فعرفه بالشبه، لأن عتبة أخي عهد إليه إن رآه أن ينسبه إلى عتبة. فلما رأى سعد هذا الوليد وعرفه بالشبه ضمه إليه، ولم يكتفي بذلك بل قال: هذا ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، قد كان أوصاني إن رأيته أن أضمه إليه وأن أستلحقه بأبيه، وهو عتبة بن أبي وقاص، وأن أنسبه إليه. ولذلك جاء في رواية الإمام مسلم، جاء في رواية معمر عن الزهري عند أحمد وهي لمسلم، قال: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه، قال: ابن أخي ورب الكعبة، ابن أخي ورب الإيه؟ الكعبة. انظروا إلى هذه الرواية وكيف نستفيد منها في كتاب الوصايا، أن الإنسان إذا أوصاه أخ له أن يرعى شيئاً بعد موته، أوصاه بأي وصية، ينبغي عليه أن يحافظ على كلام من أوصاه، إذا كانت الوصية في طاعة الله عز وجل، وهذه تعد أمانة في عنقه. فعتبة أوصى سعداً إن رأى ابنه أن يضمه إليه وأن ينسبه إليه. انظروا إلى سعد
سعد عرف قيمة هذه الوصية وقيمة هذا الأمر، وإذا به كلما رأى مولودا نظر إليه هل به شبه بعتبة أم لا. فلما رأى هذا المولود يشبه عتبة قال ابن أخي وضمه إليه. فينبغي على الإنسان إذا ائتمنه أخ له على وصية معينة أن يرعاها وأن يحافظ عليها وأن يقوم عليها وأن يؤديها. ماذا حدث لما رأى سعد هذا المولود وضمه إليه؟ إذا بعبد بن زمعة قال هذا أخي إنه ابن وليدة أبي، أي ابن أمة أبي. فزمعة كانت له أمة أي جارية، وزمعة كان يلم بها في بعض الأحيان، لكن عتبة أيضا زنى بها في الجاهلية. نسأل الله أن يعافينا من هذه الفاحشة وأن يعافي جميع المسلمين وجميع الناس في كل مكان وزمان. عتبة كان قد زنى بأمة زمعة، فلما رأى هذا الولد يشبهه ظن أنه ابنه، فلذلك أوصى سعدا وقال له إن رأيته. وكان عتبة في مرض الموت فخشي ألا يعيش، فلذلك أوصى سعدا أن يتمم هذه المهمة وأن يكمل هذا الأمر. وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، فقد كانوا يقتنون الإماء والجواري، وكانوا يأمرونهم بالزنا وارتكاب الفاحشة، ويفرضون عليهم ضرائب ويأخذون منهم الأموال، ثم بعد ذلك تكون هناك مشكلة في استلحاق الولد الذي يكون من الزنا، هل ينسب إلى أمه أو إلى السيد أم ينسب إلى من زنى؟ فهذه كانت مشكلة. فماذا حدث؟ فتخاصم سعد بن أبي وقاص وتخاصم عبد بن زمعة، فقال سعد هو ابن أخي على ما كان الأمر في الجاهلية. فقد كان المشهور في الجاهلية والمعروف في الجاهلية أن الإنسان الذي زنى إذا ادعى أن المولود الذي ولد من زنى بها ابنه كان يلحق به، كان يلحق به. وفي بعض الآراء كان الأمر يرجع إلى السيد، فإن ادعاه السيد نسب إليه وإن نفاه انتفى عنه. فسعد أجرى الأمر على ما كان في الجاهلية، مع أن سعدا كان أول السابقين إلى الإسلام وكان هذا عام الفتح هذه القضية، ومع ذلك نسب الولد إلى أخيه عتبة مع أنه كان من الزنا. ثم بعد ذلك جاء عبد بن زمعة فقال بل هذا ابن أمة أبي فأنا أحق به، فهذا أخي. فلما تخاصما وتشاجرا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسرع في الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يريد أن يحكي ما عنده لرسول الله. وانتظروا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو أخ لك يا عبد بن زمعة، يا عبد بن زمعة. فنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد لعبد بن زمعة ونفاه عن عتبة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الشبه وإلى شبه الولد فعبد قال يا رسول الله انظر إلى شبهه، قال فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، ومع ذلك قضى لعبد بن ابن زمعة. وعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني أن المرأة إذا ولدت ولدا فإنما ينسب إلى أبيه، فإنما ينسب إليه أيا كانت، سواء كانت أمة بالنسبة للسيد وهذا لم يكن موجودا الآن، أو امرأة حرة، فإذا ما ولدت كان الولد منسوبا لأبيه. أما الزاني عليه لعنة الله فله الحجر. وكان العرب يقولون عن الخائب الخاسر الذي لعنه الله عز وجل والذي لا يستحق رحمة الله، كانوا يقولون في فمه الحجر أو في فمه التراب أو في فمه ذلك أو له الحجر، ويقصدون بذلك الخيبة والخسران لهذا الزاني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلماء لهم فضل ومنزلة ووجههم عند مولاه.
الفضل مقبول قوم إلى الله قد شدت عزائمهم وحبلهم بحبال الله موصول قوم على الملة السمحاء قد فطروا وشأنهم مع كتاب الله من قول أعطاهم الله ما شاء وأكرمهم كذاك قال الذي وفاه جبريل يا ربنا خذ بنا قلبا لساحتهم لنستريح ويحمى القال والقيل العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول